راح يدز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بألف صحة وسلامة، ونتمنى لكم التوفيق والهنا وراحة البال وكل ما كتمنوا في حياتكم، وحتى أنا معكم بالطبع وجميع المسلمين ومن قال آمين. نتمنى أنني نوصل واحد الشرح على بودرة اللؤلؤ ديال دي اكس ان، لانني كنت تطرقت لهذا الموضوع ديال المكملات الغذائية ديال شركة دي اكس ان. دخلوا عندي شي اخوات قالوا لي بودرة اللؤلؤ ما زعمناش اننا نشربوها. كتشرب اخواتي الكريمات، انا كنتكلم على ديال دي اكس ان، لان بودرة اللؤلؤ كاين انواع، كاين الحقيقية، كاين اللي كتكون في الماء المالح، كاين اللي في الماء العذب، كل وحده كيفاش كتكون الخلقه ديالها والتربيه ديالها، لانها كتربى حتى هي بحال طحالب البحر سبيرولينا، الطحالب حتى هي كتربى، وكاين اللي في الماء العذب. المهم الله سبحانه وتعالى، المهم انا اللي عارفه صوره الرحمن، الا كانت ما نقدرش نقول شي صوره اخرى، يعني ما اجتهادي محدود هنايا. اللي يعرف شي صوره اخرى يقولها لي. المهم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني صدق الله العظيم اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ كيكون في المحار، دوك لي كوكياج. المهم راه معروفه هذه القضيه بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، معروف بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، غيكونوا عدد نادر الى يعني شبه منعدم. الحمد لله الانترنت، الكتب، الاعلام بصفه عامه، ما كاينش شي حاجه اللي ولات تخفى عني الفكر. بالنسبه للشرب ديال بودره اللؤلؤ، شربوها وانتم مرتاحين. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي كيستعملوها كقناع للوجه، فعلا عندها دور مهم بالنسبه لتنقيه وتصفيه البشره واعطاء واحد اللمعه. انا دابا راني دايراها على شكل، المهم راني رشيتها، ولكن هانتوما شحال بقى ماء الورد، ويقدر يكون غير الماء المقطر. كتستعمل مع اليوغورت، مع دانون، كتستعمل مع زيت الجليسيرين. انا غنجيب زيت بالنسبه للشرب. ها هي درت كاس، عفوا درت كاس شفاف باش تبان اللمعه ديالها لامعه، وهي خفيفه بزاف بحال النشا الذره، ولكن تبارك الله فيها واحد يعني بودره ديال اللؤلؤ الاصلي، ماشي شي حاجه مزوره. كتشرب، انا شربتها بسم الله. الحمد لله. شنو هو الدور ديال بودرة اللؤلؤ في الشرب؟ ماذا قالوا عنها في الشرب؟ بأنها ماشي أنا اللي قلت، قالوها الناس اللي مختصين في هذا الميدان، الناس المجتهدين اللي بحثوا وخرجوا لنا ما شاء الله ما يفيدنا. قالوا بأنها كانت تستعمل لدى الصينيين في أزمنة غابرة، يعني واحد المدة طويلة، من ناحية التداوي عن طريق الفم. الشرب اشنو كتنقي السموم من الذات، اي حاجه دخيله على الذات، كومان ديتوكس، كتغسل الامعاء، كتغسل الجهاز الهضمي كله، كتقوي العظم، العظم كتقوي بحال بالنسبه للكسر او هشاشه العظام، يعني كتلعب الدور ديال بحال فيتامين دي، يعني كتلعب الدور ديال فيتامين دي اللي كناخذوه من اشعه الشمس لتقويه العظام. فيها الكالسيوم، فيها واحد الماده سميتها ناك، اللي كتساعد لاميلانين على انتاج اللون الابيض، يعني بحال لاميلانين اللي كتعطينا اللون الابيض في البشره، كتبدا كاين احيانا اللي كتعيا عند شي اشخاص وكيبداو يخرج لهم دوك البقع الداكنه، هي كتحييها، كتساعدها، كتساعد الكولاجين، يعني محاربه التجاعيد، والتجاعيد الدقيقه، التجاعيد المبكره، هذا الدور ديالها. كاين بالنسبه للدماغ، انها كتعطي دعم للدماغ في الذكاء، كتعطي واحد الذكاء للاطفال في الدراسه، في سرعه الحفظ،
بالنسبه حتى لكبار السن بحالي، يعني كتبعد على ديك القضيه ديال النسيان وديك الخمول والفتور، كتعطي واحد الاسترخاء بالنسبه للذات، واحد لا رولاكساسيون، كتوازن الضغط الدموي، يعني الضغط ارتفاع الضغط ما كتخليش يرتفع، ما كتخليش ينخفض، ينخفض يعني بغيت نقول يهبط وينخفض بجوج، بغيت نقول لهم في طاقه واحده. ملي كنبغيو نديرو جوج حوايج كنصدقوا لا من هذه، ما نلمشيت الحمامه ما نلمشيت البرلارج كما كيقول المثل. المهم هذا الشيء اللي قالوا على بودره اللؤلؤ، والا عرفت شي حاجه اخرى راني نقولها لكم ان شاء الله. نتمنى انني نكون جاوبت على الاسئله. بالنسبه للو ماسك راه كتستعمل كما قلت لكم زيت مع زيت الجليسيرين المناطق الداكنه هنا، المرافق، الركاب، تحت الابطين، المناطق الحساسه للتبييض وتحفيز اللون الابيض والكولاجين. كتستعمل للبشره كلها، الوجه، التجاعيد، كيمكن لينا نخلطوها مع الالويفيرا، كنخلطوها مع زيت شي فيتامين، شي سيروم، شي سيروم، كنستعملوها مع سبيرولين. هادي راه خوات راني شربتها كلها وكندير لكم ماسك. المهم هادي راه سالات، ها هي بديت الثانيه. هادي الله اكبر، هادي حبوب طابلات فيها 120 حبه، وهادي جيلول، هادي راها سالات ما بقاتش. هاد المكملات استعملوهم اخواني اخواتي، راه نصيحه لوجه الله، راه واحد المناعه كتولي بعدا خاصه مع كورونا، استعملوهم. اللي كتعرفوا شي حد كيبيعهم ولا شبه صيدليه، الناس اللي مسجلين مع دي اكس ان، رقم العضويه ديالي انا راه كاين في سميتو، اللي بغى ياخذ بثمن مخفض عام لي جيلول، هادو جيلول، هادوك طابلات كبسولات، هادوك حبوب. وكاينه بودر، ما بقاتش عندي بودر حتى هي، راه استعملتها كنديرها مع الشربات مع لي سالاد. هادشي اللي عندي ما نقول لكم. وواحد القضيه كانت تجربات بودره اللؤلؤ كمشروب على الاطفال في الدراسه، ولقوا بان نسبه الذكاء عندهم وصلت ل 92%، وتستعملت في اول تجربه على الفئران، ولقوا بان دوك الفئران اللي كيشربوا بودره اللؤلؤ ما كيضلوش الطريق عكس الاخرين اللي ما كيشربوهاش. هذه هي المعلومات تقريبا اللي عندي على بودره اللؤلؤ. وخير دليل هو القران الكريم، ربي قال لنا بان البحر كاين عذب فرات وكاين ملح اجاج وبينهما برزخ لا يبغيان، وقال لنا ربي سبحانه وتعالى يخرج منهما، منهما تعود على البحرين، يعني كتكون بودره اللؤلؤ في البحر المالح كما تستخرج وتكتشف في الاماكن العذبه، يعني اما نهر عذب او بحر عذب، اغلبيه نقولوا نهر عذب لانه ولو يكون بحر ونهر ما كيختلطوش، دائما تيكون نهر عذب والبحر مالح. انا هذا الشيء اجتهدت اجتهاداتي الفرديه باش نستوفيكم، يعني نعطيكم نظره شامله عماده قيلة في حق بودره اللؤلؤ. وكتجربه شخصيه انا شربتها من مده، راه ما بقاش تقريبا ما بقاش فيها بزاف، راه قررت نكملها وكنستعملها كوم دي ماسك. غادي نخلي لكم الصوره، الله يقربها تكمل، نخلي لكم الصوره. وباش ما ننساش واحد الفكره بالنسبه للفتيات، انها مزيانه الالام العاده الشهريه، الام الحيض للاخوات او البنات بنياتي اللي كيعانيو من الدوره الدمويه ومن داك الالام الصعبه جدا على مستوى الرحم، انها مزيانه للطمت، انها كتساعد في الاسترخاء، ويستحسن ان الفتاه تشربها قبل ما تجي الوقت ديال العاده الشهريه، مثلا كتجيها في 28 في الشهر او 29 او 26 خاصها تشربها اسبوع قبل ذلك. وحتى حبوب اللقاح، اللي عنده حبوب لقاح يكون نوع مزيان، حتى هما راه مزيانين لهذا المشكل. نتمنى من الله سبحانه وتعالى
انه يساعدنا ويحفظنا ويرفع علينا هذا الوباء، وكنتمنى منه جل جلاله انه يزيدنا من علمه الواسع وجوده وكرمه وعطائه الذي لا ينفد، ويمدنا من خزائنه التي لا تنفد ابدا، وان يتقبل منا صالح الاعمال ويعني ويغفر لنا سيئ الاعمال، والا نكون قد سننا سنه سيئه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. اللهم اجعلنا من السامعين الذكر فمتبعين احسنه. الى اللقاء.